وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع. أستاذ أكرم، يعني ما الذي يعنيه إليك هذا كم من المشروعات التي يشهدها الصعيد، وبالأخص كما تابعنا في التقارير محافظة سوهاج؟ طبعا هو الدولة الحقيقة على مدى السنوات اللي فاتت اتخذت خطط جديدة جدا لتوزيع عدالة توزيع التنمية والمشروعات. كان دايما التركيز بيبقى في القاهرة أو اسكندرية أو عواصم المحافظات، لكن النهاردة بقى في المدن المختلفة في الأقاليم. فكرة الصعيد النهاردة سواء حياة كريمة في الصعيد أو في بحري، الريف بقى شريك في هذه التنمية وعدالة توزيع المشروعات والخدمات. فالنهاردة بنتكلم في سوهاج. أولا الصعيد على مدى السنة اللي فاتت وسنة 2022، منذ نهاية 2021 كان في ربط شرق النيل بغربه من خلال الجسور والطرق والمحاور المختلفة، افتتاح عدد كبير جدا من مشروعات الطاقة ومشروعات صناعية والمناطق الصناعية. النهاردة الحقيقة في سوهاج بنتكلم على مستشفى جامعي بيكلف مليار جنيه يخدم سواء سوهاج أو مدن الصعيد المختلفة. ما عادش محتاج المريض ان هو يتحرك للقاهره او للشمال عشان يحصل على العلاج زي ما كان حاصل قبل كده. ونفس الامر ده طبعا مرتبط كمان بتوسيع فكره التامين الصحي. واحنا شفنا منظمه الصحه العالميه كانت بتطلع تقارير بتشيد بتجربه مصر في القضاء على الفيروس الكبد سي وعلى و100 مليون صحه، والبدء في تامين صحي تقريبا قطع 40% سواء مدن القناه او الأقصر ومدن الصعيد. مستشفى جامعي بهذا الحجم بيتكون أكثر من 280 غرفة، بنتكلم على 12 غرفة عمليات، على عيادات متخصصة، على مستشفى تعليمي مرتبط بكلية الطب. كل ده بيضاعف من الخدمات الطبية اللي بتقدم، بالإضافة لي ما جرى في حياة كريمة أو غيره. نعم، بالحديث عن حياة كريمة، حينما نتحدث عن حياة كريمة، يعني هناك قرية أم دومة التي تحولت من مجرد قرية إلى مدينة صغيرة بحكم ما جرى فيها من إنشاءات ومن تطوير. يعني هذه التنمية تطول أيضا القرى الصغيرة والنجوع. لأنه حياة كريمة احنا عارفين أنه سدلة التنمية أو المشروعات مرتبطة بيه المدن الكبيره فقط او عواصم المحافظات، بالاضافه لتركيز في القاهره. النهارده ام دومه بتستعد لاعلانها اول قريه نموذجيه في حياه كريمه، 18 مشروع خدمي في التعليم، في الصحه، في الطرق، الرياضه، في تطوير الترع، مجمعات خدميه، مكتبه. يعني احنا بنتكلم على تفاصيل كامله في اعاده صياغه الريف المصري، القرى والتوابع. اكثر من نصف المصريين بيعيشوا فيها كانوا عاشوا مهمشين على مدى عقود الحياه. وهذا الانفاق ليس فقط للتنمية المباشرة، ولكن أيضا للتنمية فيما يتعلق بمشروعات صغيرة والأسر المنتجة، لأن كل ما يبقى فيه تنمية في هذه القرى أو في الأقاليم بيعمل نسبة نمو، بيوفر فرص عمل. وبعدين بنتكلم على مناطق صناعية كاملة موجودة. احنا بنتكلم النهاردة في 17 مشروع بأكثر من بحوالي مليار جنيه في سوهاج، محافظة سوهاج وحدها، بالإضافة لما افتتح قبل ذلك في أسبوع الصعيد، في إينا، في الأقصر، في أسيوط. فإحنا بنتكلم على منطقة كاملة، بنتكلم على منطقة صناعية في غرب جرجة في سوهاج اللي هو موجود فيه على حوالي 1189 فدان. بنتكلم على بنية تحتية كاملة ليها بتكلفت على مساحات كبيرة في تكلفة مختلفة، على أعمال توصل لها المرافق، المية، الصرف، الاتصالات، الكهرباء، الغاز، الطاقة. بما يعني أن منطقة صناعية تعني أولا مشروعات صناعية كبرى، وفي نفس الوقت مشروعات صغيرة ومتوسطة في نفس المكان. يعني التنمية بتشمل في تواصل، بنتكلم في فرص عمل بتخلق، بنتكلم في تنمية ونمو وصناعات صغيرة ومتوسطة تقدر تتعامل مع الصناعات الكبيرة اللي موجودة. على مدى الشهور اللي فاتت شفنا من الصناعات زي توطين صناعة الموبايلات مثلا، طول الوقت كان بيبقى في المناطق الصناعية في القاهرة، النهاردة كان في بني سويف، يعني اللي موجود في بني سويف. هي مشروعات تنموية بتطول كل المجالات وفي النهاية لصالح بناء الإنسان المصري. أستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.